في الأردن ما بتعملوش فسيخ، بس بتعملوا ايه بقى تاني يعني؟ في مثلا؟ ناس بياخدوا بياكلوا فسيخ طبعا، بس مش عادة متعارف عليها، هم بس هو عرفوه الأكثر مننا في فلسطين. بياكلوه يوم، عارفة امتى؟ مش في شم النسيم كمان، بيتاكل في أول يوم عيد الصغير. العيد الصغير في العيد احنا بناكل الصغير. كده في العيد الصغير. فبعد بعد بناكل فسيخ ورنجة. انا باكل في بنفطر فسيخ ورنجة في العيد الصغير. احنا بنغدى عيد الكحك. الكحك بس بنفطر في غزة بياكلوا بياكلوه في العيد الصغير. بعد بيعملوا الفسيخ زينا في غزة، بيعملوه كده مقلي ما دقوش بقى الني بتاعنا الحلو. لا بيقلوه لان هو هناك بيتحط في محلول. يعني الفسيخ هناك بيتحط في محلول ميه وملح وكده، مش زي هنا على الناشف بيتحط بملح وبيستوي في الملح بتاعه، فمختلف شويه عن اللي هنا، بس في الاخر اسمه فسيخ وبيتقلي. الشوكليت ده بقى ايه؟ عملتي ازاي بقى الشوكليت ده؟ دي شوكولاته بيضة عاديه، وبجيب السيليكون. دي من الحاجات اللي عملتها اول ما جيت سفره، كنت بعملها على اشكال حيوانات. اول ما جيت سفره كنت بجيب الناتس واحطها على شكل حصان وحمار والقرد والحاجات دي. بقيت بعملها على شكل بيضه وجواها سوداني. بنجيب السيليكون على شكل بيضه وبنحطها ونحشي جواها سوداني، لوزه، ساده، اللي انتوا عايزين وبس. ودي بتترش، الجليتر ده بيترش كده بسبراي. انتوا بتحبوا الجليتر؟ انا بحب اي حاجه بتلمع. اي حاجه بتلمع. احنا اتنين غاده. انا بحب اي حاجه جايين جايين برقرق احنا. ايوه انا بحب. احنا صراحه في رمضان كمان، رمضان السنه دي كان مميز جدا في سفره. قدمتوا حاجات، عملنا حاجات حلوه قوي، وكل البرامج في رمضان ده كانت جميله ومختلفه. والناس عملت صدى حلو قوي. انا يعني كنت مبسوط. بعدين انا كمان لاني بسافر كتير، يعني انا شويه تلاقيني في دبي تلاقيني في لبنان، فبسمع أصداء الناس عن القناة. فالحمد لله يعني رمضان ده كل البرامج كانت دي حقيقة. فيها حاجات جديدة، كان فيها بهجة شديدة. فقدمنا حاجات تخنتنا جدا في رمضان. احنا تخنا، انا تخنت من رمضان مش عارفة انزل. لا جميلة. طيب يعني دي سفرتنا وسفرة سفرة الحقيقة، غادة جميل وغادة التلي زميلتنا من سي بي سي سفرة، وجابوا لنا مائدة عامرة بالفسيخ والرنجة. ناكل بس بالراحة يا جماعة، بالراحة، عشان موضوع الفسيخ والرنجة ده يعني ملح كتير، لازم نشرب مية كتير، لازم بالراحة يعني ما يبقاش كميات كبيرة، علشان برضو الأملاح برضو مضرة. فناكل، أنا من النوع ناكل بس بالراحة. ناكل بس بالراحة. عيش كتير، بصل، عصير ليمون، ده مهم جدا. عيش كتير. عيش كتير، فنبقى كده نبقى في الاضرار. عيش غدا غدا، انت كل مره بتيجي اقول لها اقول لها غدا تقول لك ايه؟ لازم زبده، لازم سمنه، لازم مش عارفه. تقول لك يوم، مفيش اي مشكله، ونقعد بعديه شهر. ايام بقى، ايام نقعد بعديه شهور. بس هقول لك على حاجه حلوه ليا وليكي، الرنجه السعرات الحراريه اللي فيها اقل من الفسيخ. فاحنا ممكن مش اقل، بس بتاكليها في ايه؟ انا بحبها في عيش فينو مثلا. ساندوتش كده. لا ناكلها كده، بلدي ناكل شوكه وبلدي. لا شوكه لا، ما احسش شوكه وخلاص. ما حضرتش العزومه اللي بنعملها في في سفره بتاعه الرنجه. لازم المره الجايه تيجي. لازم. لا ليه والبسبوسه اللي بتجيبيها؟ بسبوسه بالقشطه قد كده في صينيه. يوم يوم ومعادي بعدها شهور شهور تخسي. غدا التلي، كلمه اخيره للناس بقى بمناسبه شم النسيم واكل الفسيخ، قصدي اكل اللي شم النسيم يعني. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم دايما متجمعين مع حبايبكم في الخير يا رب. بجد انبسطنا جدا النهارده معاكي، ويا رب دايما كده سفرتكم عامره بالخير دايما. كل سنه وانتم طيبين. غادة عايزه اقول عيد شم النسيم لينا كلنا يا رب يبقى عيد حلو. وهو حلو ان احنا بنعزم فيه ناس او بنتعزم، فكلنا بنبقى متجمعين فبنشوف بعض. وانا بشوف ان الاكل ده وسيله حلوه قوي ان احنا نقول لكم بنحبكم جدا جدا جدا، وبنعمل الاكل ده بمنتهى الحب. وانا بشكركم على الوليمه العظيمه دي. مرت الاستوديو كله ريحته فسيخ ورنجه. ريحه حلوه، تخيلوا ريحته عامله ازاي. ريحه حلوه. وكل سنه وانتم طيبين، ناكل فسيخ ورنجه وكل حاجه بس بالراحه، علشان ده ملح كتير جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. بكره حلقه خاصه عن شم النسيم، ونتقابل على الهوا يوم الثلاثاء ان شاء الله. هذه لميس الحديث، صباح الخير.